تواصلنا مستمر، أشواطنا مستمرة بالإدارة، والتحدي ما بين المشاركين الشوط 18 الخاص بالقعدان الذي ينطلق أمام حضراتكم خلال هذه اللحظات. نتابع المقدمة، وفي المركز الأول فعال مع ضد بن خليفة بن عمان المهيري يأتي على مقدمة هذا الشوط وينطلق بالمركز الأول من خلال انطلاقة فعال. ننتقل إلى المركز الثاني، وجود أيضا شميمي سلطان بن أحمد بن راشد الكاسبي، بينما المركز الثالث يتقدم في هذه الانطلاقة وفي هذا الإبداع الكبير والانطلاق المميز مع شعار أيضا السبوسي، يأتي هنا بتدخلاته المثيرة بانطلاقاته الكبيرة مع وجود أيضا شاهين مطر بن علي بن سعيد السبوسي. المركز الرابع هذا درب علي بن سعيد بن علي العمري. المركز الخامس يتواجد شاهين سالم بن هلال بن حمد بن محمد المحرمي، يحتل المركز الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع الكبير. هذه النتيجة للأسماء المتقدمة، هذه النتيجة للأسماء الأولى المنطلقة أمام حضراتكم خلال انطلاقة هذا الشوط وإبداع هذه الأسماء التي تظهر أمام الجميع رغبة في تحقيق الفوز والانتصار. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، ما شاء الله شاهين غير النتيجة. مطر بن علي بن سعيد السبوسي يأتي على مقدمة هذا الشوط، درب على المركز الثاني من الجانب الأيمن علي بن سعيد بن علي العمري، بينما المركز الثالث هنا يتواجد الشميمي سلطان بن أحمد بن راشد الكاسبي، يتواجد في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع القوي والمثير. بينما المركز الرابع هذا شعار معضد بن عمان المهيري يتقدم مع فعال. معضد بن خليفة بن راشد بن عمان المهيري هذا المركز الثالث. المركز الرابع بن دري يصل بوجود السبع سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يصل مع انطلاقة السبع خلال هذا الانطلاق. المركز الخامس مشوش سالم بن صالح بن مسلم العلوي يتقدم في هذه اللحظات، العلوي يتواجد في هذا الإبداع الكبير والانطلاق المثير لوجود هذه الأسماء المتقدمة التي تنطلق أمام حضراتكم. والصدارة مع شاهين، المقدمة مع شاهين بمقدمة هذا الشوط. علي بن سعيد بن زعل السبوسي يقود الشوط، يقود الشوط مع شاهين. مطر بن علي بن سعيد السبوسي يأتي على مقدمة هذا الشوط، ركز يا اسحاق، ركز يا اسحاق. بينما المركز الثاني درب علي بن سعيد بن علي العمري، يتقدم العمري بانطلاقة قوية بإبداع قوي، ولكن القادم في المركز الثالث هذا مشوش سالم بن صالح بن مسلم العلوي يتقدم أيضا في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الكبير لانطلاقة هذا الشوط، لانطلاقة هذه الأسماء. العلوي هذا العلوي يتواجد في هذه الانطلاقة، يتواجد في هذا الإبداع. العمري والعلوي، العمري والعلوي يتواجد على مقدمة هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق. هذا هو المتقدم، هذا المنطلق، هذا مشوش سالم صالح بن مسلم العلويات على مقدمة هذا الشوط على الصدارة. العمري والعلوي الأمتار الأخيرة والقادمين من الصفوف الخلفية. الله صداوي مبارك بن خادم الحارب الخيالي، ولكن خلاص مشوش، وأيضا بمشوش مشوش سالم صالح بن مسلم العلوي المركز الثاني، مبارك بن خادم الحارب الخيالي، ثالثا مع العمري، رابعا لمطر بن علي بن سعيد السبوسي، خامسا كان من مطر بن حمد بن دحروي العامري. التوقيت 4:27. أشكرك سالم صالح بن مسلم العلوي على فوز مشوش.